السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ساعة اسمها بولجو، ساعة روسية، بولجو كرونوغراف ميكانيكال، مش اوتوماتيك، هي ملو او بتشتغل بالتكويك او بالملي. ساعة سويسرية مصنوعة للبايلوتس او للطيارين. ساعة فيها عداد اللي هو الستوب ووتش وعداد الثواني. الثواني اهو عندك في الشمال، اهو، والستوب ووتش اللي هو بتشغله عن طريق بتضغط هنا اللي هو تفتح الستوب ووتش وبعد كده تعمل ريسيت، تضغط هنا وبعد كده تعمل بوز وبعد كده تعمل ريسيت. ساعة كانت معمول منها 300 حتة فقط للجيش، قصدي للطيارين الروس، وتوقف تصنيعها، ما بقتش تصنع تاني. ساعة مميزة جدا جدا، فيها كمان تاكيمتر مقاسها حوالي 38 أو 40. تحتوي على مكنة معقدة وهي مكنة اسمها مكنة 31-33، وهي نشوفها هي على اهي، مكنة 31-33، مكنة معقدة جدا، مكنة كمان محترمة. هي دي ساعة روسي كويسة جدا، بقالها اكتر من 10 سنين شغالة وزي الفل ومفيهاش اي مشاكل. انا حبيت بس اعرضها لكم. الكيس بتاعها، من الستانلس ستيل، مقوى جدا ضد المي وضد المية قصدي، لكن مش المية القوية قوي، يعني مش غطس وكده، واغلبية ساعات الروسي ما بتبقاش للغطس القوي، يعني بتبقى يعني ضد المية. مثلا ممكن لو في مطرة، لو في تتوضى بيها او كده، لكن مش للاستخدام اللي هو تنزل بيه مية وتغطس والكلام ده بس. وشكرا جدا لكم.